يحملون سيوفا وسكاكين ويعرضون المسروقات. الأبحاث خلصت إلى أن هذه الصور مركبة من طرف شخص لا تزال الأبحاث جارية لمعرفة هويتها. بوشعيب العماري وأحمد الحمري. تمكنت الشرطة القضائية الولائية لأمن الدار البيضاء من تحديد هوية بعض الشباب الذين ظهروا على الموقع الاجتماعي فيسبوك يحملون أسلحة بيضاء كبيرة الحجم ويستعرضون غنائم جنوها من عملية إجرامية، إلا أن أبحاث الشرطة أفضت إلى أن العملية في مجملها لم تكن سوى للتباهي وأن شخصا اعتمد تقنية الفوتوشوب. الأبحاث الأولية بينت بأن هذو أشخاص عاديين، شباب أبناء مناطق معينة يعتادون هذه الأشياء لأجل التميز فقط، يتباهون بها أمام أصدقائهم وخاصة على الجنس النسوي وينشرونها في صفحات الفيسبوك الخاصة بهم. لكن أحد الأشخاص كذلك الذي تم تحديد هويته هو الذي يقوم بنقل تلك الصور من الصفحات الخاصة إلى صفحة خاصة أنجزها، وهي ما سماها بين قوسين بالتشاميل، وقام بتعديل تلك الصور على عدة مراحل بتقنية الفوتوشوب، أضاف إليها أموال أو أشياء يوحي بأنها مسروقات، والبحث جاري من أجل إيقاف هذا الشخص. وبالنسبة كما شفتوا هذوك الصور ديال النقود وهذاك الشيء راه فوتوشوب، وحنا اللي حنا الصور ديالنا الحقيقية اللي حنا هم في الفيسبوك، وجا شي آدمين ما معروفش وهز التصاور ديالنا من الفيسبوك ديالنا ولاحهم في واحد لاباج وباش يشوه الصورة ديالنا. على مستوى آخر، تمكنت نفس عناصر الشرطة من إيقاف ثلاثة أشخاص بإحدى الورشات للحدادة يصنعون السيوف بطريقة تقليدية. ملابسة القضيتين معا ستقدمان أمام العدالة لتقول كلمتها في هاتين النازلتين. واقع الجريمة بالمغرب موضوع حلقة هذا المساء من البرنامج.